السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرارها من الحكومة السويدية بخصوص رفع سقف الخصم الجذري على عمليات الترميم في الفلل والشقق السكنية بالسويد، وذلك اعتبارا من 1 يوليو عام 2024. وهذه الزيادة رح تكون بمعدل 25,000 كرون بالعام الواحد، بحيث يصير سقف الخصم الضريبي هو 75,000 كرون بالسنة. وبحسب وزيرة المالية إليزابيث سبينسون، فهذا التعديل رح يكلف الحكومة حوالي 1 مليار كرون من الضرائب. بالمقابل كان هناك انتقاد لهذا القرار من جمعية حماية المستأجرين، على اعتبار أنه هذا القرار رح يؤدي إلى زيادة الفروقات ما بين أصحاب الفلل وأصحاب الشقق السكنية. أما جمعية ملاك الفلل فشافت أنه هذا القرار قرار إيجابي، خصوصا أنه رح يخفض التكاليف الكبيرة على أصحاب الفلل من أسعار الكهرباء والفائدة وغيرها. أنتم شو رأيكم بهذا القرار؟ اكتبونا أراءكم بالتعليقات. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.